بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طلبة جامعات البصرة كافة الأهلية والحكومية اتفقنا على إنشاء خيمة تشمل جميع الطلبة لكل الجامعات في البصرة أهلية وحكومية بكل أصنافها وكل كلياتها. هدف هذه الخيمة هي نشر التوعية داخل اعتصامات البصرة بشكل عام ولنشر الثقافة. اليوم جميعنا نحتاج إلى تثقيف في عدة نواحي. اليوم سوف تكون من أهداف هذه الخيمة أولا نشر الحملات التوعوية والإرشادية وبدء ندوات تثقيفية للشباب الموجودين داخل الاعتصامات، بالإضافة إلى إرشادات طبية وقانونية بكل الاختصاصات التي توجد داخل الخيمة. اليوم هو اليوم الثاني للخيمة، لكن سوف تستمر الخيمة بفعالياتها طالما استمر الاعتصام داخل البصرة. اليوم هدفنا هو أكبر من البصرة. اليوم لدينا قضية، هي قضية وطن. يجب علينا ولازم علينا اليوم أو واجب علينا اليوم هو نشر قضيتنا بأوسع مجال لتشمل جميع الطبقات الموجودة داخل الشريحة البصرية أو شريحة الوطن وشريحة العراق بشكل عام. اليوم من أهداف الخيمة هي جذب الشباب وجذب شباب الجامعات ليكونوا هم النواة لهذا المجتمع ولهذه الثورة بشكل عام. ستبدأ الخيمة بفعالياتها من هذا الأسبوع إن شاء الله بأولى الفعاليات وهي نشر التوعية داخل الخيمة وداخل الاعتصام بشكل عام. فلدينا فعاليات ثقافية وفعاليات توعوية داخل الخيمة وإرشادات صحية وطبية وقانونية، بالإضافة إلى استشارات قانونية وطبية داخل الخيمة بشكل عام. اليوم الخيمة مستمرة. غدا لدينا مسيرة كبرى لطلبة جامعات البصرة، ستنطلق من مول التايم سكوير إلى مجلس المحافظة، ومن بعدها ستعتصم الطلاب أمام الخيمة لفترة قليلة ومن ثم يعودون للاعتصام داخل الجامعة. طبعا نحن تجمع شباب كليات البصرة، راح نقوم بفعالية طبعا بعد يومين ثلاثة، ناخذ مبلغ بسيط من كل الطلاب الموجودين أو من أي واحد يحب يتبرع. طبعا ناخذ يعني نسوي فعاليات مثل نفعل انترنت أو نجيب شاي أو نوزع للمتظاهرين، لإخواننا المتظاهرين. عندنا نفس ما قال الأخ زميل إنه الباكر عندنا مسيرة من تايم سكوير لحد المحافظة، وكلومية إحنا مسيرتنا، يعني إحنا المسيرة ونوم نرجع، كذلك نظل بالخيمة نظل يعني نبات ونعتصم وكلومية حد ما تحقيق المطالب. العراق رمز المجرة الأكبر وعلامتها الفارقة، وما زالت أثماره يانعة وظلاله وارف على مشارق الأرض ومغاربها. بوصلة كل من أراد السبق والحضوة والمجد والرفعة، أرض النخيل والفسيل، ولأنه يسير برسل برغم ما تكالبت عليه هم يريدون قتله، ولكن هيهات، فهو يوسف العالم الذي أبى إلا أن يكون ملكا عليهم مهما جارت الدهور ومهما طغت الطغاة. هنا في ساحة الاعتصام، ساحة الكبرياء والشرف والبطولة والشموخ، إذ لا أريد الاسترسال والاستطراد أكثر لأنكم انتظرتم وهذا تفضل منكم أيها السادة، إذ أننا مهما بلغنا من الأدب معاليا بنظم المعلقات وحرف الهجاء، ومهما بلغنا من العلم رواسيا بشق الأرض واختراق الفضاء، ومهما امتلكنا من الأشياء غواليا، يبقى كلام الله سيد اللغة والمال والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. إذا الآن دعونا نفتتح هذا المهرجان العراقي المبارك بآية من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه
تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فسلام على أرواح شهداء العراق البررة الذين اصطبغت دماؤهم بلحى الأرض فأخضرت عزة وكرامة. شهداء العراق الذين لولاهم لما آلينا إلى ما نحن عليه الآن من عز وافتخار وجد واشتهاء ورق وارتقاء في سماء الشموخ والبطولة والرفعة والمجد. ترى طيحة عقالك من رحت له وبختك مات من طبوق ومتله من ترس جيوبك ترسك عار. ترى طيحة عقالك من رحت له وبختك مات من طبوق ومتله من ترس جيوبك ترسك عار. ومن قال اشتريتك باركت لي ضميرك والشرف والغيرة والزود بس عامل عليهم طيحت لي ضميرك والشرف ترى طيحت عقالك من رحت لي وبختك مات من طبوق ومتلي من ترس جيوبك ترسك عار. ومن قال اشتريتك باركت لي ضميرك والشرف والغيرة والزود بس عامل عليهم طيعت له. قالوا يما كلش ما إلك صوت أظن صعبوا لسانك ودخلت له. قالوا يما كلش ما إلك صوت أظن صعبوا لسانك ودخلت له. مترجين منك ثوبك الثار مترجين منك ثوبك الثار اشو لبسني ثوب العار قلت له. مترجين منك ثوبك الثار اشو لبسني ثوب العار قلت له رحت وطيت ظهرك لليموتون رحت وطيت ظهرك لليموتون ومن سولف عليهم صفة قلت له رحت وطيت ظهرك لليموتون ومن سولف عليهم صفة قلت له تفتح فوهة سلاحك نخيناك مو تفتح جيوبك للرحت له. تفتح فوهة سلاحك نخيناك مو تفتح جيوبك للرحت له. بعد لا تطلع تصرح بالإعلام نعرف المشتر وندرش بعت له. بعد لا تطلع تصرح بالإعلام نعرف إيش مشتر نعرف المشتر وندرش بعت له. خيط عقالك نسوي قياطين إذا طاح الشهيد وما ثرت له. خيط عقالك نسوي قياطين بعد لا تطلع تصرح بالإعلام نعرف المشتر وندرش بعت له. خيط عقالك نسوي قياطين إذا طاح الشهيد وما ثرت له. اللي أمر الذيل اللي أمر الذيل ما يستاهل يشيخ اللي أمر الذيل ما يستاهل يشيخ ذيل الذيل سمي له صحت له.
وإلى الزمرة الأحقر، ساستنا عليكم لايق الدين، ساستنا عليكم لايق الدين كالشاخة، وتعرفون اش تلبسون ولو مو ثوبكم بس للضرورات احكام، وشعبنا يحب العيون، لبستوا عن دراية وخبرة سنين، من كان البعث يحكم تخيطون، تندلون درب المنصب منين، تندلون درب المنصب منين، ابو النفس الدنيا وشاف موعون، تندلون درب المنصب منين، ابو النفس الدنيا وشاف ماعون، لبس الدين، لبس الدين اقدم حيلة على الناس، بس دوم النجاح وياها مضمون، كنا نقول جونا لبيهم ونقوم، وصار بزودكم طايحنا مدفون، الظاهر هاي الاهرامات تمويه كذب، لا مقبرة ولا بيها ملعون، وطلعوا عايشين وكلهم هنا، هنا فرعون عدنا وولد فرعون. وإلى الشهداء، قلت له رايح، قالها صاحت لي القاع، قلت له رايح، قالها صاحت لي القاع، قلت له ترجع، قالها إلا رضيها، قلت له حبك، قالها بس لا تبكين، باكر على التابوت هم قوليها، قلت له رايح، قالها صاحت لي القاع، قلت له ترجع، قالها إلا رضيها، قلت له حبك، قالها بس لا تبكين، باكر على التابوت هم قوليها، قلت له بسك لا تفك طار الموت، من ينجرح ظلك عيون عميها، قالها الشهادة تخبل على العريس، والزفة بس تابوت هيحليها، احنا الغبشنا على الحرب ومكيفين مثل الفلع من تغبش البرعيها، قالولنا تشيل انشوت بيها النار، قلنا لهم بصدورنا نشويها، قالوا شظايا من اللهب حمرة تصير، قلنا لهم بعيوننا نخليها، رايتنا قد ما رفرفت بالميدان، رايتنا قد ما رفرفت بالميدان، ريش وجنح شفناها يطلع بيها، عشاق هنيال الحرب على العشاق، عفنا العيون الواسعة لطاريها، عفنا ليموت بينا وركضنا نموت، عفنا ليموت بينا وركضنا نموت، خلي يبكن ولا قاع ننبتشيها، عفنا القصيبة الراهية المات انشال، ورقابهم ظلينا نظفر بيها. هذا الصوت مو فوني، اريد صوت واحد عالي جدا، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. احسنتم، شاعر كنورس ابيض يدعو للمحبة والسلامة، بل غيمة تفيض شعرا على الارض والانامنة، وانتم وشعر الحبيب علي غلال. وشبعت من ولدنا المقبرة بكثرة شاكون، اللي يضح بعمره لاجل القاع، يرد ويشوف من باعه وعلي قبره، مريم تهز نخل الوطن هز بيوت، ما يرضي الوضع من كان عمر قماط، شاكون اللي يضح بعمره لاجل القاع، يرد ويشوف من باعه وعلي قبره، مريم تهز نخل الوطن هز بيوت، وما شفنا رطب شبان مطشره، الود ابنه خسر، العطله يحتار، يشوف حسين وحده ويمتحن بمره، ولك ما ظل مكان نحط صور للراح، تطبول ايته وتوصل لك الفكره، مريم تهز نخل الوطن هز بيوت، وما شفنا رطب شبان مطشره، الود ابنه خسر، العطله يحتار، يشوف حسين وحده ويمتحن بمره، ولك ما ظل مكان نحط صور للراح، تطب ولايته وتوصل لك الفكر، مالك يا وطن ما بيك عين تشوف،
ولا تقدر تميز كل من وقدره. الحفره لك حفر من نبهيتك، ليش تكرمهم ولا تدفن بالحفره؟ الحفره لك حفر من نبهيتك، ليش تكرمهم وانا تدفن بالحفرة؟ من ضعف البروح استنشط الطغيان، الما طالب بحق مبسط بعمره. سالم يا وطن مو عنا الجيران، بس ولد الوطن مو غربة لا نكره، ببيته ما احس بروح راع البيت، والجيرانك ادفع كل شهر اجره. صحت بس ما رفعت شتة ظنبي خير. مالك يا وطن ما بيك عين تشوف، ولا تقدر تميز كل من وقدر. الحفرولك حفر من نبهيتك، ليش تكرمهم وانا تدفن بالحفرة؟ من ضعف البروح استنشط الطغيان، الما طالب بحق مبسط بعمره. سالم يا وطن مو إن للجيران، بس ولد الوطن مو غربة لا نكره، ببيته وما أحس بروح راع البيت، والجيرانك أدفع كل شهر أجره. صحت بس ما نفعني كنت أظن بخير، سكت شلون قلوب الحلق جمرة، احرقها حرق ترتاح من الخوف، لا تعلق الفاس برقبة الشجرة. انطر على الحلم من بالي لا ينباك، احرقها حرق ترتاح من الخوف، لا تعلق الفاس برقبة الشجرة. انطر على الحلم من بالي لا ينباك، على الجبلة ذبحوها بقاعك الفطرة، وما اسكت لان حدر الضلع تنور، توقد بي سوالف ناس متكترة. انا الحام العراق بدمه مو بالماي، طين الناس فضة وطينة الشذرة. الغراب افتهم معنى الحياة وفاز، شرب من خيرها وما منعت الجرة. شخ الظن والامل كاغد بنص الماي، ومن تريد اجمع كل حرف وقرة. بعد مر الحصار الهسة بالزردوم، وبعد لون الطفولة بعيشة القشرة. امسح يا دمع وبجف دم الطاح، اخوي الما وصل 20 من عمره، رخص دمنا بكثر ما غلى النفط البيك. انت والوطن ما يحترم بسرة. وبناء على طلب الأخوة، على انتوها حرب من قلنا سلمية، واللي طالب بحق الصيح بعثية. على انتوها حرب من قلنا سلمية، واللي طالب بحق الصيح بعثية. وعلى بية العتاد العسى ما مضمون، بس حصة العاقل ظالة شوية. امس فزان